ولادي حطيتهم للدار النساب هما والمراه ديالهم، انا بوحدي كما قلتي راه نستطلب بحليب وخبيز راه جيفوتني ليه، بغى يستغلني انني نولي ليه انا مخبر، وانا ما نقدرش نولي مخبر، انا عندي وليداتي، واش انا نمشي نبلغ على واحد قبته ولا بعد يخرج يجي يضربني اش غنستافد؟ واش انا نمشي ندير شي حاجه اللي غندم عليها غدا وانا عندي وليداتي؟ لحد الساعه راني مهدد من طرف هذا السيد، هذا مهدد لاني كنمشي كندوز غير من ديك البلاصه كيبدا يسب فيا وعاير فيا، لحد الساعه انا كنوجه نداء للسي الحموشي والناس المسؤولين يديروا لي حل مع هذا المقدم ومع هذا السيد هذا. عايش في ديور الكراء، عندي جوج ولاد، عندهم المدرسه، ما عنديش مدخول، اشنو ندير دابا؟ اشنو ندير انا؟ الاب ديالو واحد الراجل طيب، ما نقدرش انا نمشي نقولها لي، انا الاب ديالو تنعرفو ولكن ما نقدرش نمشي نقولها لي، لان الاب ديالو انا تنعرفو واحد الراجل طيب، وما كاينش اللي تقول له فلان ويقول لك راه خايب، واحد الاب ديالو الله يعمر هدر، هذا السيد هذا يا اما مختل عقلي يا اما مريض نفسي، وراه ما نحتاجش نقول لك شي حوايج كيتناولهم، عندي فيديوهات عندي كل شيء قدمتهم ديك الخطره للامام في مركز الشرطه وقدمت كل شيء، هذا السيد انا لحد الساعه راني مهدد من طرف هذا السيد هذا مهدد، لاني كنمشي كندوز غير من ديك البلاصه كيبدا يسب فيا وعاير فيا. علاش كنقول انت نسيتي انت راه عندك تنازل بيني وبينك كيبدا يسب وعاير فيا، انا لحد الساعه انا كنوجه نداء للسي الحموشي والناس المسؤولين يديروا لي حل مع هذا المقدم ومع هذا السيد هذا. هذا الشيء كنطلب لانني دابا انا عايش في ديور الكراء، عندي جوج ولاد، عندهم المدرسه، ما عنديش مدخول، اشنو ندير دابا؟ اشنو ندير انا؟ اشنو ندير؟ انا كنطلب مساعده من الناس المحسنين والناس اللي كيعرفوا، لان حتى هذا الشيء انا طلع لي في الدم، ما نقدرش انا نخدم مخبر او نخدم فاسق بهذا المعنى، فاسق، فاسق نوصل الاخبار لشي واحد، ما يمكن ليش، لكن شي حاجه كتمس امن البلاد، واه نديرها على راسي وعيني، اما شي حاجه ماشي من الاختصاص ديالي ما عنديش الحق نتدخل فيها، وهذا الشيء اخويا اللي كاين انا بطبيعه الحال واش انا نمشي نوصل شي حاجه ما عندوش الحق هو اصلا، حنا كنعرفوا الشرطه ما كنعرفوش المقدم، حنا كنعرفوا الشرطه في خدمه الشعب، انا كنعرف من نهار حليت عينيا كنعرف الامن هما المختصين بمشاكل ديال الناس، ولكن ما عندوش الدور بانني نمشي نوصل ليه انا الاخبار، بغى يستغلني بهذا المعنى، بغى يستغلني انني نولي ليه انا مخبر، وانا ما نقدرش نولي مخبر، انا عندي وليداتي، الا كانت شي حاجه كتمس الامن العام واخا تدرناها، اما شي حاجه اللي ماشي من استطاعتي ندخلها ما يمكن ليش نديرها، واش انا نمشي نبلغ على واحد قبته ولا بعد يخرج يجي يضربني اش غنستافد؟ واش انا نمشي ندير شي حاجه اللي غندم عليها غدا وانا عندي وليداتي؟ انتم راه كتعرفوا البلاد كي دايره، راه كتعرفوا المغرب كي داير، راه ماشي نكذبوا على بعضياتنا ونبداو نزوقوا، انا من هذا المنبر هذا المحترم تنطلب من المساعده من الناس المحسنين، لان هذا الشيء اللي وصلت لي انا هذه المرحله ما عمرني وصلت لها، وما كنتش كاع كنتمنى انني نوصل لهذه المرحله هذه. الجيران موافقين، قال لك الجيران حنا الجيران ما يقدروش يهضروا، علاش؟ راه كنقول لك واحد السيد راه ما تيرحم لا كبير لا صغير، اصاحبي راه ما تيرحم لا كبير لا صغير، واحد السيد ما يا اما مريض نفسي يا اما مريض عقلي، والله اعلم واش من داكشي اللي كيتناولوا ولا الله اعلم، لان السيد ماشي نورمال، ما كيعرف لا كبير لا صغير، راه النهار الاول مشى كيدور عليهم خلصوني، راه حتى الشهريه ديال مارس راه ما كاين اللي ما خديش من عنده تريال، ما عدا الناس اللي عندهم النمره التليفون ديالي وعيطوا ليا. راه كيمشي عندهم تيقول لهم الفلوس ديال هذاك راه تنزل لي عليها، بلاصتو راه تنزل لي عليها، يعني دار لي داك الشيء ديال بحال شي يهودي وحطيتيه في الملاح، راه هو انا دار لي بحال داك الشيء ديال شي يهودي وحطيتيه في واحد حيد لك كل شيء، داك الشيء ديال الغوله، علاش لقاني كبرت 45 عام عندي جوج ولاد عقليتي تبدلت، ما بقاش عندي داك التفكير، والناس بنادم كيشوف القدام ماشي كيشوف اللور، هاد الناس هنا باقي عندهم ديك العقليه ديال هذا جنوي هذا ضارب خطوط هذا واشم هنا، انا عندي سبعه شدات انا عندي اربعه شدات، هاد الشيء اخويا راه اللي كاين انا راه قلته ومستعد انني ندلي بهاد الشيء امام المسؤولين الا استدعوني نقول كل شيء، لان كاين بزاف ما يتقال لهذا المقدم هذا، علاش دار لي هاد الشيء، كاين بزاف ما يتقال، كاين بزاف ما يتقال، ما بغاش يخليني تما لانني عارف شي حوايج تما على ديك القهوه، عارف اشنو كاين، انا عارف السيستم كامل، انا 12 عام تما عارف السيستم، النهار حلات ديك القهوه عارف كل شيء، هذا المقدم بغى يحيدني من تما لانني انا عارف اشنو كاين، انا عارف الفيلم كامل، ولا استدعت الضروره يستدعوني الناس المسؤولين نقول لهم اشنو كاين، لانني ما غنقدرش نقول اشنو كاين هنا، لان السيد حتى هو راه المغرب هذا راه بالو يقدر يدير لك اي مشكل، راه بالزربه كما دابا قرا لي الفيلم مع هذا المجرم هذا، راه قاري معاه الفيلم، هو داك خاينا اللي معاه حيت هو ماشي واحد هما راه جوج، قاري الافلام ببعضياتهم، وهذا الشيء راه عندي معاه من قديم، راه ماشي من دابا، راه من قديم، راه من 2018 وما يزيد، راه من 2018 وما يزيد، هو سيدي ليا بحال هكا، هاد السيد ما عرفتوش اش باغي عندي انا لحد الساعه، ما عرفتوش اش باغي عندي، انا كنطلب الحمايه ديال الناس المسؤولين من هذا المجرم ومن هذا المقدم، لان في اي ساعه يقدروا يديروا لي شي حاجه، في اي لحظه، ماشي زعما نكذب عليك نقول لك لا، راه في اي لحظه يقدروا يديروا لي شي حاجه، في اي لحظه، انت كتشوف قبل ما كنقول لك من 28 مارس
انت ما عندكش مدخول، وكان المدخول ديالك هو هذاك المكان اللي كتاكل منه طريف الخبز مع دوك الناس. يعني دابا راه كنعيش واحد الحاله ولله الحمد، ماشي نقول لك ربي كبير سبحانه وتعالى، راه حتى الرزق هو الله، ربي كبير. كاينين الناس تعيط عليك وكذا، وعايشين مع الناس المحسنين، ما نقولش عايش مع، راه عايشين مع الناس المحسنين حنا، ماشي عايشين مع كاين المسكين اللي كيتعيط ليه تيقول لك انا غنجي عندك انا غنعطيك. علاش كيقول لك ما توصلش تما، ما توصلش لديك البلاصه، لان هذيك خينا. انا مؤخرا كنت جيت طلعت تما ما نكذبش، وصلت فيا العظم، لبست حوايجي مع 88 جي طالع، لقيته هو واحد ثلاثة مرايحين تما، عير وقفت بدا تيسب وعير. مشيت اش فين ما عرفتش فين غنمشي، انا ما عرفتش القيد عطى الامر ديالو، المقدم ما بغاش يلبي الامر. اذا اشنو المعمول هنا؟ اشنو المعمول؟ واش انا نموت وفي هذا الشهر هذا؟ ما عرفتش، غنقول كلمة واحدة، نقول حسبي الله ونعم الوكيل. عندي جوج وليدات، وليد وبنت، ولا هذا هو المشكل. دابا انا كلشي لحتو على النساب ديالي وهربت، انا وليت ساكني بوحدي، هربت بحال قلتي اعتزلت، لان هادشي اللي كنمر به انا دابا ربي اللي عالم به، راه عندي واحد شويه ديال العقل تنفكر به. علاش؟ لانني دوزت انا حقي، ما نقولش دوزت حقي انا، ولد كازا راك ما عارف دوزت العجب لك حال. هذاك الشيء اللي دوزتو عطاني خبره بانني ما نقدرش ندير شي حاجه مخالفه للقانون ونوصل انا نحرم ولادي، ما نقدرش. انا ولادي حطيتهم لدار النساب هما والمراه ديالهم، انا بوحدي كما قلتي راه نسيت له الحليب وخبيز، راه تيفوتني له. ورغم الازمه، رغم انني هادشي اللي كنمر به، كنحاول كنقول ربي كبير ربي كبير ربي كبير، ربي سبحانه وتعالى راه ما كينساش العبد. هادشي اللي كاين، وكنطلب من الناس المحسنين انهم اللي شافوا هذا الفيديو يتعاونوا معنا، وهادشي اللي كاين ما غنقدرش، لانني ما كنبغيش نوصل لهذ المرحله ديال بحال هكا، ما كنبغيش نوصل لها بالعربيه. راه فات التعدل، هي راه فات التعدل، هي راه تنصلي وتنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بجوج، حسبي الله ونعم الوكيل. انتما فين غتهربوا من ربي؟ فين غتهربوا من ربي؟ انت قطعتي لي رزقي من الدنيا، ولكن راه رزق الله، ولكن قدك قدام الله، والله ما نسمح لك بالله. كفايه داكشي اللي كنشوف وداكشي اللي تنعرف، ولا استدعوني المسؤولين والله تنقولوا بالله العظيم، حيت عارف كل شيء، لان عارف كل شيء على ديك القهوه اشنو كاين تما، تنعرف كل شيء. الا استدعوني والله تنقول لهم كل شيء بالله العظيم، عندي ما نخبي. لان علاش؟ لانني انا دابا اللي واكل الدق، ما واكلاش القهوه، انا اللي واكل الدق. بنادم راه واكل خبيز وشبعان مع راساتو، انا دابا اللي واكل الدق، ما عندي منين نخلص كرا، ما عندي منين نخلص مدرسه الدراري، حتى الفطور ديال دابا رانا حتى نترقعوا هكا وهكا. ولكن الحمد لله، ما اراد الله ما شاء فعل، ما عندنا ما نديرو. السلطات كنبغي انا كنوصل رسالتي للسي الحموشي والناس المسؤولين في مدينه مكناس ووالي امن مكناس، كنوصل انه يدخل لي في هذه القضيه. وهذا السيد هذا تنقول لي دعيتك الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم في هذا رمضان، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الملف ديالي هزيته من الارض ونقلته للسماء، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وشكرا اخويا لكم، وشكرا لهذا الموقع المحترم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.